نحن اليوم متواجدين على دوار بالضفه بريف ادلب الشمالي لنتضامن مع الحراك الثوري السلمي في الجنوب السوري وبجميع مناطق سوريا سواء كان في سويداء او درعا او حتى في الساحل. نحن كثوار احرار ندعم اي حراك ضد هذا النظام المجرم الذي اجرم بحق شعبه على مدار السنوات الماضيه. بكل تاكيد نحن مع كل صرخه حريه تنادي باسقاط هذا النظام، نحن مع انهاء وجود هذا النظام ومع عدم تدخله باي الملفات المتعلقه بالسوريين وتحديدا موضوع ملف المساعدات الانسانيه الذي تحاول ان تتواطى الامم المتحده وتسليمه للنظام مؤخرا.